يقدم لكم هذا البرنامج برعاية الفيتيل. الفيتيل الفيتامينات والمعادن التي ترافق العائلة منذ 1959. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية شاي الهوى. شاي الهوى، الهوى يديك، الهوى يجيبك. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية ماكسويل للأجهزة الكهرومنزلية. ماكسويل تتمنى لكم رمضان كريم. السلام عليكم أعزائي المشاهدين أوفياء تلفزيون جزائري، وخاصة حصتكم المحبوبة كوزينة مربوحة. إن شاء الله كونوا ديما ربحين يا رب العالمين. زوج متنافسين يتنافسوا على طبق تقليدي أو عصري كما ديما نقول أنا. يا سفيان مرحبا بك. الله يخليك شاف، صح فطورك؟ لاباس. لاباس الحمد لله. يعيشك. الله يسلمك. سفيان 23 22 ولا 21؟ 21. الله يبارك. الله يبارك فيك. الله يبارك. الله يعني بريمو قوة في مجال الطبخ. وشلون الحمد لله. من القلب شاف. من القلب. سفيان ديما يقول لك ديما من القلب. هشام. السلام عليكم. مرحبا بك. الله يحفظكم. أول مرة معنا. أول مرة معكم، معك هلال هشام من البليدة. اليوم حبيت نشارك معكم في الكوزينة المربوحة، إن شاء الله كنا نفائز. من مدينة الورود. نعم. مدينة الورود راهم بقوة. يا اخويا الله يبارك ما شاء الله. الله يسلمك. اليوم راح تورينا حنه يديك مع المتنافس اللي ربح 21 حصه. ان شاء الله تكون منافسه قويه يا ربي، واللي طيب مليح هو اللي راح يربح. كالعاده عندنا ضيف شرف، واليوم عندنا ضيفه نور الهدى صانعه حلويات. حاجه جابت لنا يعني خبيزه قطايف واعره، ما عندي ما نقول لكم. تفضلي مدام. مرحبا بك. شكرا على الاستضافه. واش راكي؟ لاباس والله. قبل ما نبدا معك، وشنو هذه الاناقه؟ الله يسلمك. هذا من القفطان هذا؟ نعم. الله يبارك. يبارك فيك. الو، واش من جهه هذا القفطان؟ هذا قفطان الجزائري العريق. يا سلام يا سلام على القفطان الجزائري. الو، واش اللي خلاك تجي الحصه تاع الطبخ؟ حبي للطبخ، نحب الطبخ، نحب الكوزينه. نحس بالمتعة كي نكون نطبخ، نحس نحب الطبخ، سورتو الطبخ الجزائري. يعني لو موند كولينير كسب كاع قلوب الناس صراحة. نعم. وتراثنا يعني حلوياتنا وطبخنا الجزائري. الله يبارك. الله يبارك. تاري وغني عن التعريف. غني عن التعريف. بدا بدقيقة سمحي لي. نعم. وانتو ماهوش ما طيبوش. يا يا نساو روحهم كاع. الو قولي، زيدي عرفيني بروحك ليا والجمهور ديالك خاصة. سيدة بوخنوفة أمينة، ربة بيت، أم دي ثلاث بنات، وصانعة حلويات تقليدية عصرية. صح. خدمتي من قبل في التلفزيون؟ لا لا. لا صح. خدمتي في أوتيل؟ لا. يعني دوكا واش تمدي في دروس ولا؟ هو مدربة حلويات تقليدية وعصرية. مدربة حلويات تقليدية وعصرية. كتقري الناس. وفي الطبخ ما عندكش فكرة؟ لا. كاين. أبو. نعم. اليوم عندنا وصفة مقدمة من طرف الفيتيل. الله يبارك. كومبليمون اليمونتير، اللي هي بيتراف ببوري دو بواشيش. الله يبارك. لابوري تاع الحميصة. واش رايك؟ لذيذة وصحية. سلطة صحية. ولذيذة. ولذيذة. وتكون غنية. غنية. ولابد لازم تكون لذيذة، سينو ما نجيبوهاش. واش رايك نروحوا نشوفوا هشام من مدينة الورود كيفاش راح يحضر لنا هذه السلطة؟ تفضلي معايا. يعني فضول باش نشوف هذا الحياة. يعيشك. إن شاء الله يفرحونا اليوم. إن شاء الله يا ربي. مساء الخير شاف. مساء النور، مرحبا بك. ربي يعاونك. نعم. فهمناك شاك حد يلا صلاة دادي. صالاد تاعنا تاع نهار اليوم، حبوا صالاد هيلثي اللي فيها البيطراف والحمص، حيكون دو ميلونج في زوج واحد لا سيزونمون. اعطيني شو المقادير، واش عندك؟ انا حبه تاع البيطراف. حبه بيطراف. غليتها ولا فورتها؟ كيما تحبوا، تحبوا تغلوها ولا تفورها، سميو تفورها باش ما تنحلكمش. تكون اكثر صحيه. اكثر صحيه باش المكونات يقعدوا فيها. صح. الفيتامين. صح.
نقطة إيجابية زيد. والحمص نغلوها في العمر. تغلوها. كنا شمخناها من قبل. إيه. تبات ليلة وغدا من ذاك كانت. واحدة ونسى باش يشمخ الحميصة. يديرها تغلي. يديرها تغلي. إيه. زعما تصلح. تصلح طول شوية. طول شوية آه. وما نزمش ينسى. صح زيد. لازم الماء يوسع الماء بس كنت تشرب. زيد مش عندك ثاني؟ عندنا سيترون. قارص. سيزون تاعنا الويد أوليف باسكو صحي. زيت زيتون. زيت زيتون عندنا ثوم ثوم بصل معدنوس معدنوس كنت درت لاموس تاع البيطراف لاموس تاع البيطراف كيفاش درتها فهمنا لاموس تاع البيطراف قبضت البيطراف تاعي ميكسيتو مع الحمص اه درت الحميصه فيها درت له دو ميلونج باش يعطينا اريغو بزاف شباب صحه اه مع سيترون الويد أوليف طحينه قارص زيت زيتون طحينه تاع السمسم شويه كمون الملح هادو هما وطحينه لازم لو كان ما ديرش طحينه تنجح باسكو باش نروحو دايما نقعدو في المشرق تاعنا لازم نستعملو هادو السمسم. واللي ما عندوش السمسم واش؟ يقدر ما يستعملهاش عادي. صح فاكولتاتيف. واش تقولي منها؟ يعني وصفة كاملة متكاملة. درتيها ديجا من لا لا شفتها بصح ما درتهاش. اللي دوكا لوكازيون باش تعلميها. إن شاء الله. وتجربيها في الدار. إن شاء الله. معليش تبدا تطبق لنا شوية في ال بيان سور. فوالا باش نشوفوك شكلك تحضر. الصحن تاعك هذا اول حاجه نديرو البيطراف تاعنا كنت قطعته بتيدي اه تحط البيطراف تماك واش دير له شوف اخدم في نفس الوقت فهمني باش الساده المشاهدين ما تلف لهمش يتبعوك مليح كنت قطعت البيطراف تاعي بتيدي اه باش نزيد له الحمص ونسيزوني صح دوك نزيد له الكميه تاعنا تاع الحمص اه دير له الحميصه صح ومن بعد كمل ندير له لا سيزون اللي كنت وجدتها لا سيزون وجدت فيه فيها زيت زيتون زيت زيتون طحينه طحينه ثوم معدنوس معدنوس وتوابل درت الكمون والملح كمون والملح اكو سمعتوا صح هذا هم اوكي نكملوا سيزونيوها ندير في لاسيت تاعنا بعد تدرس الوصفه حاضره وصفه متكامله فيها كلش مام لي بروتين راح يكون الله يبارك الله يبارك يا هشام من مدينة الورود مدام روحوا نشوفوا سفيان نخلوا كمال تدريسي لاسيت تاعك وخرج لي طبسي شباب ما تبهدلنيش قدام الانفيتي تفضلي مدام يزيد فضلك سفيان السلام يا شاب انا جينا مرحبا بك مدام بك هذا الشاف سفيان انا ام شاف فهمنا بوني فريتها لهنايا اه حكمنا الحميصه اه درت لها زيت زيتون 300 غرام حميصه درت لها زوج مغارف زيت زيتون شويه ملح شويه ثوم والقارص والقارص هادو رحيتهم ودرت لهم شويه هذيك كرام سيزون صح كاين هنا هشام سؤال ليك وليه الحميصه قبل ما نرحوها واش لازم نديرولها القشره نحولها القشره نحيت القشره نعم نحيتش وانت ما نحيتش ما نحاولش فيه زوج القشره دونك هذا الخطا هذا يقدر يباسكولي الى ترحات مليح وما نحسوش لوكو تاع القشره هاكو سلكتو ولا حسينا بالقشور خطا خطا روح كمل لي خطا من الطرفين معليش من الطرفين معليش روح غليت البيطراف غليت البيطراف قطعته ديروندال ديروندال هنا درت له زيت زيتون ايه؟ معدنوس ثوم وشويه ملح والقارص لا والقارص بيان سور دوكا ديحت دوكا دريساج سي بون هكا دريسي ديريكت دريسي ديريكت معيش دريسي قدامنا شويه شويه نستريسي قدام كاميرا ما شويه تحط برك شويه بس نورمال عادي ورينا بيبري غير تحط برك وش هيك في الوصفه تاعو مدام يعني المكونات كامله راهي صحيه مختلفه على ما تختلفش بزاف المكونات راهي تتشابه الطريقه تختلف الطريقه تختلف من المكونات راهي كيف كيف المقادير صحيه زيت زيتون نصيبوا القارص نصيبوا الثوم كامل المكونات تتشابه الطريقه تختلف وش هيك مدام وش نقول لك يعني لو سالي والسكري كيف كيف في التحضير الطريقه الصالي عنده طريقته والسكري عنده طريقته ماشي ساهلين فيه زوج بصح كل واحد وطريقته صح لامور تاع لو صالي ولامور تاع لو سكري
يختلفوا نعم. يختلفوا وفي سكالاج سكري رانا حين ناخذوه بعد المالح اه صافي ولي... شغل المالح راح ياخذ وقت اكثر مثلا السكري واللي يكون يميل للسكري يقدر يطيب المالح ولا لا يقدر اسكت يعني ببورسنتاج قوي يعني ماشي بورسنتاج قوي بصح يقدر 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 صح الو سفيان ابدا يدرسي في لاسيت تاعو صح نخلوه بعقله يدرسي لاسيت تاعو هشام نخلوك دريسي لاسيت تاعك مادام شارك روحو جينجل ونعاودو نقولو ما تبعدوش قعدوا معنا ماذا ملحقنا النقطة الحساسة تعرفيها؟ التذوق وش معنى التذوق؟ يكون كاين نقطة اختلاف من ناحية الدريساج ولا لوغو ولا بالك ما يكونش تناسق في الأذواق بالك سيرتو كي يكونوا زوج أطباق جميلة يكون الاختيار صعب اختيار صعب صراحة سيرتو كي يديروا مجهود واعر اختيار واعر مي لازم لازم كيما أنتم في الدومين تاعك يعني كاين بزاف ناس يخدموا الحلويات او بصح كاين نوعيه تختلف على نوعيه النوعيه تاعك انت وين راهي نوعيه من ناحيه المقادير لازم تكون المقادير مضبوطه وتكون تخدم بمقادير ذات جوده عاليه ذات جوده عاليه تكون الجوده تكون مليحه وكاين ناس يخدموا يقول لك انا نخدم ذواق بسيطه يعني حلويات بسيطة للناس البسطاء وكاين اللي يقول لك لا لا أنا نخدم حاجة شابة وغالية حاجة بالطبع واش رأيك فيها؟ أنا نقول نخدم بمقادير تكون ذات جودة ذات جودة باش يكون الذوق فالزبون ولا كي يذوق يحس بهذيك البنة تاع المقادير تكون مضبوطة صح راكي معايا باللي السعر يختلف السعر يختلف وهنا هو هذا المشكل هنا كاين يقول لك انا نخدم جاتو ولا ماكله يعني اكسيسيبل تو الموند بصح ما تكونش بنينه بهذاك دوك حاجه بنينه باش تكون بنينه لازم تكون شويه غاليه ماشي غاليه لازم يكون السعر ثاني كما نقولوا تدرسوا يكون سعر في المتناول وهنا تدخل فيها الانتيليجونس كولينير بيان سور يعني هنا تدخل فيها الانتيليجونس انه واحد يخدم حاجه مليحه وما تكونش غاليه في المتناول في المتناول بصح لازم يكون بيان سور في حاجه واعره ماشي سهله انت لي كليون تاعك مش من النوع تاع لي كليون تاعك تقول لك اعطيني يحبوا اللوكس اللي يحبوا اعطيني حلوه كما نقولوا حلوه تحمر الوجه هكذا تحمر الوجه حلوتك شكروها الناس لا الحمد لله ما شاء الله وصفاتي نستعمل الوصفات التقليديه ايه وصفات تقليديه بلمسات عصريه إيه؟ حافظنا على الوصفه التقليديه إيه؟ وزدنا لها العصري الديكور يكون عصري الله يبارك يعني شوف في خدمتك يا قدامي الله يسلمك يعني التقنية عالية ما شاء الله أنا نعتبره سيدي لوكس هذه خبزة القطايف استعملنا القطايف تاعنا التقليدية والوصفة التقليدية والتزيين يكون عصري خاطش يقول لك العين تاكل قبل صح كواكو أنا القطايف ما نحب حتى حاجة فوقها جو سوي كلاسيك بصح كي تكون حاجة شابة هكذايا Je dirais pas non parce que le وقت يطلب هذا الشيء الوقت يطلب الزبون ثاني تيقول لك نحب حاجه تكون شابه او ميم طو بنينه انا واش يهمني في هذه كاع الداخل كي نقطعها تكون مليحه مشربة. ماشي معجنه مشربه مليح ماشي حلوه هذا هو الصح بيان سور الله يبارك الوغ هشام نروحوا نعيطوا لهم يذوقوا لنا في لاصاله تاعهم تفضل هشام يا خويا الاناقه ها
ما شاء الله. الو مش هاكي تشوفي مدام احنا طبق شباب، الالوان راهي متناسقه، ما استعملش بزاف الوان. يبقى الذوق ان شاء الله يكون حاضر. ماني شوف هشام راك في لو تيم، راك في لو تيم بصح ماكش في لو تيم 100%. صحي الحميصه مش موجود يعني ما حطيت عطيتلهاش ثاني داير دو ديفيرون تاع الحميصه تاعنا حطها لداخل راني حاط اونتي وراني حدير لاموس تاع الحميصه تاعنا صافي في الصح ناقصه بزاف الحميصه ماهيش بصح طبق جميل جدا كلاس. مدام تفضلي راكي الضيفه تاعي مادا بيا تذوقي. الحمص تاع المشرق يعني دايرها على شكل حمص يعني كي تدوق تحس بالحمص وتحس بالبيتخاف ما راهم متوازنين الاذواق لا سيزون ما انا جاني النار يرقو توم وقلت لك عليه قبيله شفت لا سيزون لا سيزون ما قلت لك سي ترو اسيد سي ترو فور تو في اتونسيون اخي قلت لك قبيله لاسيديتي ترو ورايك تي واش راني نشوف الحميصه ما راهيش بكميه متعادله مع البيتخاف اللون راه غالب الاحمر اللون وغالب الاحمر اللون الاحمر راهو غالب في الطبق صح هو غالب صح باغ كونتر الحمص راهي بكميات قليله شويه صح في هذه عندك الحق وهذا اللي مرمي هذا منه وشنو؟ هذاك الكمون نورمالمون كمون؟ الكمون الكمون يتماشى مع الحمص على بالي باسكو ابارامون في لي زوتيل في لي زوتيل سيب هذيك لاتوش كاع عندهم هاد لاتوش تاع يرموا حاجه في الطبسي هكذا خطا لاسيت اون اسيت كلاس ما يندار فيها لا كمون مرمي لا دوك لي صوص جون هذوك اللي يشوفهم صوص جون صوص روج يربيها لك منا يحطها لك منا ويخبطها بالمغرفه وتروح هكذا نو باسكو على بالي يشوفوهم في مواقع التواصل الاجتماعي نو نو اون اسيات كلاس الي كلاس تقعد كلاس بلونش تبقى بلونش اعطيني لو كونتوني في لاسيات ما تحط لا من لا من باش تكون يبان لاسيات تفضل هشام شكرا طبق جميل والكميات راهي متوازنه يعني شوف قد الحمص قد البيتخاف هي ماشي تخو اسيد ما الذوق تاع الثوم ما راهش يبان راهي متوازنه زيت الزيتون حاضره بنينه جاني بنين صح عندك الحق ما عندي ما نقول ما يبان مش قلتي راح نقول يعني تفضل سفيان تفضلك هذا موفق الله يسلمك ميرسي هذا واش عندك تقولي مدام يعني كانوا موافقين الاثنين الذوق لي نفرقوا في الذوق الوغ نروحوا جنجل ونعاودوا نلو باش نعطوكم النتيجه اقعدوا معنا ما تبعدوش مدام في زوج ما شاء الله عليهم الاختيار راح يكون صعب الاختيار راح يكون صعب يعني فريمون حارت لي انا صراحه طبقين رائعين البنه حاضره
تناسق الاذواق الالوان ما شاء الله ما شاء الله الله يبارك يعني فريمون وعطيتي دي رمارك ما شاء الله كانك شيف كبير ان شاء الله بروفيسيونيل ان شاء الله شيف هشام جيزان بروفيسيونيل ما عندي ما نهضر بسك الطبسي تاعك الله يبارك سفيان تانيك ما شاء الله انا بالنسبه بالي فو نيت با كيما يقول لك اماتور ماكوش صحاب الهواد هواد فهمتي دونك فريمون قدموا لنا دي زاسيات انا والله غادي في الحصه هذه راهي مهبلتني كاين هواد قدموا لنا واحد الاطباق فريمون حرنا واش نديروا اسكو سيد نحطوهم دي بروفيسيونيل ولا دي اماتور وهذه القوه تاع هذه الحصه الا اليوم اللي فاز بهذه الحصه هذه هو اوب سفيان الله يبارك عليك يعني ماشي انا اللي حندير لا رومارك ميم المدام اللي قالته هي كنت حنقولوها انا صح هي سور ان ديتاي لاسيت تاع هشام ما شاء الله بصح كاين ان اريارغو داسيديتي ترو فور جو سي با واش درت والالوان كما قالت المدام الوان كاين غير لو روج قلت له انا الحميصه راهي ناقصه بزاف لاسيت باسكو هو الطبق حميصه وبيطراف دونك ما عطاش قيمه بزاف للحميصه عطى قيمه بزاف للبيطراف ولا كولور روج في لاسيت وهذاك الكمون اللي رميته ده يعني بور ان دريساج فو جامي لو فير وسفيان لاسيت تاعو مشروحه باين كلش البيطراف حطو في بلاصتو والحميصه في بلاصتها مع شويه زيت الزيتون شويه فلفل عكري تخي بلاسيت مام الادواق كانت كاين تناسق ما كاش حاجه غلب ذوق غلب ذوق كان يعني كامل كيف كيف فوالا كان الكود تاع سفيان ايكيليبري ولهذا هو اللي ربح بكل جداره يعني يفصل بيناتهم فريق الذوق فرق الذوق هذه الذوق هو اللي يفصل بيناتهم سيسيون ديتاي يعني اما لا تكون صحة سفيان يعطيك الصحه هشام مدام يعطيك الصحة على الحضور الله يسلمك إلا هكذا رابيدمون تقول لنا مشاريع واش حديني واش إن شاء الله مدرسة حلويات نور الهدى مدرسة حلويات نور الهدى كيف يحوسوا الناس يجوا يتعلموا عندك وين رايحين يلقاوك عندي صفحة على الفيسبوك وصفحة على الانستغرام حلويات نور الهدى صح على الانستغرام والفيسبوك حلويات نور الهدى شكرا يعطيك الصحة بارك الله فيك شكرا على الاستضافة تاعكم لي شرف حضرت معك في هذه الحصة شرف لي مدام وشرف كاع المجموعة يعطيك الصحة وانتم كونوا أوفياء للتلفزيون الجزائري وحصتكم هذه كوزينة مربوحة برعاية الفيتيل ماكسويل والشاي الهواء نتلاقاو غدوة في نفس الموعد صحة فطوركم باي باي شكرا مدام يعطيك الصحة قدم لكم هذا البرنامج برعاية الفيتيل الفيتيل الفيتامينات والمعادن التي ترافق العائلة منذ 1959 قدم لكم هذا البرنامج برعاية شاي الهوى شاي الهوى الهوى يديك الهوى يجيبك قدم لكم هذا البرنامج برعاية ماكسويل للأجهزة الكهرومنزلية ماكسويل تتمنى لكم رمضان كريم